السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسعد الله صباحكم كل خير. معكم اخوكم سلطان قحطاني من موقع التقبل. عارفين كل 5 ثواني وش يصير حول العالم؟ خليني اقول لك وش يصير. 375 همبرجر يتم شراءه من مطعم ماكدونالدز، جرتين من النوتيلا يتم استهلاكها، 100 قهوه من دانكن دونتس، 35,000 منتج يتم بيعه من كوكولا. اما المواقع الاجتماعيه فالارقام جدا مخيفه، ف 293,000 مشاركه يتم اضافتها الى الفيسبوك، 277,000 صوره سناب شاتيه، 67,000 صوره يتم رفعها الى الانستغرام، 433,000 تغريده عبر تويتر، 5,000,000 من الساعات يتم رفعها الى اليوتيوب، 571 موقع جديد يظهر عبر الانترنت، 138,000,000 رسالة بريدية، وأيضا 9 أشخاص يموتون وولادة 21 طفل، و1800 تدوينة جديدة عبر منصة الووردبريس. أوبرا وينفري تكسب $42 أمريكي، بينما بيل غيتس يكسب في كل 5 ثواني $1,250 أمريكي، وكل 5 ثواني ناس تضغط على زر اللايك وتنشر الفيديو. كل الشكر لجماعة ريز على المساعدة الجميلة المقدمة من قبلهم. شيكوا على الصورة البيانية الموجودة في خانة الوصف. نشوفكم على خير إن شاء الله. مع ألف سلامات.